هذا الحديث يغفل الناس عنه، وهو من السنن التي تقال في المجالس ولا يعرفه كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في مجلسه. ما هو هذا الدعاء؟ حديث ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. وفي الأصل في الترمذي: بهؤلاء الدعوات لأصحابه، يعني فكان يدعو بهذه الدعوات لأصحابه الذين معه في المجلس. ما هو هذا الدعاء؟ قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الدعاء من السنن التي لا يعرفها كثير من الناس، وهي من السنن التي تقال في المجلس، أن تدعو بهذه الدعوات العظيمة العظيمة المباركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يقوم من مجلس إلا يقول هذه الدعوات لأصحابه، يدعو بهذه الدعوات العظيمة. فهذه سنة ينبغي أن تحيى، أن يدعى بهذا الدعاء في المجالس، لأن الناس لا تحفظ إلا كفارة المجلس، ولكن من الأدعية الثابتة هذا الدعاء. وهذا حديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم. فينبغي أن نحيي هذه السنة في المجالس، وسواء قلت هذا الدعاء في أول المجلس أو في منتصفه أو في آخره، فإن فعلت ذلك فإن هذا موافق للسنة، لأن هذا الحديث لم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أوله أو في منتصفه أو آخره. فهذا دعاء عظيم مبارك ينبغي أن لا يغفل عنه في المجالس.